عهدناك تتحدث معنا بصراحة إن كنت تسمعني سيد طالب، ولكن أجدك اليوم متحفظ جدا ولا تذكر حتى أسماء القوى السياسية. سألتك قبل قليل عن موقف التيار الصدري، كيف سيكون، وهل أيضا كم من الوقت يحتاج شيع السوداني حتى يثبت جدارة حكومته، على الرغم من أن هنالك حديث يشاع بأن التيار الصدري لربما يعطي حكومة الشيع السوداني مهلة 6 أشهر. والله احنا اعتدنا دائما التيار الصدري يعطوا مهل للحكومات وما يستبعد ان يتم ذلك. انا اشبه التيار الصدري الان مثل النمر الجريح، يعني ينبغي انه تجنب استفزازه، ينبغي انه التحاور معه، التفاهم معه. هذا التيار مهم طبعا، لا يمكن تجاهله باي حال من الاحوال. هذا التيار شعبي، هذا التيار مجتمعي، يعني مو مساله هو ان ترضي الزعيم بعينه، مو القضيه ليست هكذا. ايا كان مواقفنا، ايا كانت يعني توجهات هذا التيار، المهم هو موجود على ارض الواقع، له مطالب، له جمهوره، له يعني ساحته، وبالتالي انه ما ممكن انت ان تمضي بتجاهل هذا التيار. يعني هذه من حقائق الواقع اي عمل سياسي. وبالتالي انا يعني اعتقد حتى الان يعني وجهه نظري الشخصيه الصامت او انه عدم التعليق على يعني ما جرى، اعتقد هذا موقف ايجابي، على الاقل انه يسمح للامور ان تمضي او حتى تتشكل الصوره ويعني تزداد وضوحا، وربما بعدها يكون يعني للتيار موقف واضح. اللي اتمناه انه ان يكون هنالك مرونه من قبل كل الاطراف، حتى التيار طبعا مع كل اعتزازنا وتقديرنا له كتيار سياسي وطني، ايضا المطلوب من قياداته يعني انه ان تكون ايضا لها المرونه الكافيه بحيث انه تغلب المصالح العليا، ولا اشكك ابدا في وطنيتهم وفي تغليب المصالح العليا. بالتالي ممكن انه الحوار والتفاهم والتوصل الى على الاقل الى تهدئه، احنا البلد على الاقل يحتاج تهدئه، ريثما انه اذا كان المطلب الاساسي للكل هو انه انتخابات قادمه تكون هي مفصليه وهي مصيريه، لا باس في ذلك. اعتقد حتى السيد السوداني قال ذلك في اول خطاب له، انه سوف يعمل على اعداد تهيئه الفضاء المناسب لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وعلى أن يكون النظام الانتخابي القادم أكثر قدرة على تمثيل رأي الناس. المسألة المهمة هو أنه إحنا ينبغي أن نعول دائما، ما دمنا إحنا نظامنا نظام برلماني، ينبغي أن نعول دائما على البرلمان. البرلمان ينبغي هو يكون أداة التغيير، هو عامل التغيير. الناس إذا فقدت ثقتها بعوامل التغيير من داخل النظام طبعا راح تتفجر، راح ينشظ البلد طبعا.